بعد ذلك ندخل في سورة الكافرون. معنا وقت، ندخل في سورة الكافرون، هي سورة عظيمة الشأن ولها فضائل. سورة الكافرون 6 آيات، وهي سورة مكية أيضا. ومن فضائل هذه السورة المباركة ما رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهم بأسانيد صحيحة صححها الألباني وشعيب الأرناؤوط عن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد برئ من الشرك. لأن سورة الكافرون محورها الأساسي البراءة من الشرك. قال: وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها وجبت له الجنة، بها وجبت له الجنة، لأن يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأيضا من فضائل هذه السورة المباركة ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعة قبل الفجر، سنة الفجر القبلية، وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في 2 ركعة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وأيضا يقرأ بهما في 2 الطواف بعد الطواف خلف المقام، يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأيضا يقرأ بهما ورد أيضا في سنة المغرب البعدية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون فيها براءة من الشرك. وسبب هذه الآيات 6 في هذه السورة المباركة أنها نزلت ردا على اقتراح تقدم به بعض المشركين، وهم 4: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن المطلب، وأمية بن خلف. وكان مفاد هذا الاقتراح أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم معهم آلهتهم سنة، ويعبدون معه إلهه سنة، مصالحة بينهما، وبكده تتعادل الأطراف، خلاص نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ونبقى احنا مع بعض في ود وفي مصالحة والدنيا زي الفل. فنزلت هذه السورة ولم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي بهذه السورة: قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أي قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المقترحين الاقتراح الباطل، قل لهم لا أعبد ما تعبدون كما اقترحتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، لستم تعبدون ما أعبد الآن، قد يمن الله عليكم بالهداية فيما بعد، ولكن الآن لا تعبدون ما أعبد. وسنرى في آخر الآية أن الله قضى وحكم عليهم أنهم لن يؤمنوا ولن يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى كما ينبغي عبادة التوحيد، وسيموتون على الكفر. ما أعبد، لا أنتم عابدون ما أعبد لما قضاه الله لكم بذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل، لأن ربي حكم فيكم بالموت على الكفر والشرك حتى تدخلوا النار، لما علمه من قلوبكم ومن أحوالكم ومن قبح سلوككم وفساد أعمالكم أنكم لن تؤمنوا ولن تدخلوا الجنة. لكم دينكم ولي دين، فلا أتابعكم على دينكم، وأنا لي ديني فلن تتابعوني على ديني. فبهذا أيأس الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من إيمان هؤلاء الجماعة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع الطمع في إيمانهم وموافقتهم إياه صلوات الله وسلامه عليه. وقد حدث بالفعل، فقد هلك هؤلاء المشركون على الكفر، فلم يؤمن منهم أحد، فمنهم من هلك في بدر، ومنهم من هلك في مكة على الكفر والشرك. وصدق الله العظيم فيما أخبر به أنهم لا يعبدون الله عبادة تنجيهم من عذابه وتدخلهم رحمته. ويستفاد من هذه السورة المباركة تقرير عقيدة القضاء والقدر، في أن الكافر من كفر أزلا، والمؤمن من آمن أزلا، أي من كتب الله له في اللوح المحفوظ أزلا منذ قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه سيؤمن وأنه سيموت على الإيمان فله ذلك،
ومن كتب له أزلا أنه سيعيش كافرا وسيموت عياذا بالله كافرا ولن يدخل الجنة كتب ذلك وقدر. وفيه هذه السورة أيضا تقرير وجود المفاضلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك. وبهذا نكون قد وقفنا على آخر ما ورد معنا في هذا الكتاب من تفسير سورة الكافرون، ونبدأ بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بسورة النصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.